مساكم الله بالخير، بكلمكم اليوم عن تقشير البشرة. من أفضل علاجات المنات هو تقشير البشرة. من الفوائد الأخرى لتقشير البشرة تقليل دهنية البشرة، فبالتالي تقل حبوب البشرة، وأيضا علاج الآثار. فوائد التقشير للبشرة كثيرة، ما راح أحصرها لكم اليوم. موضوع اليوم، من أفضل التقشير في العيادات أو التقشير المنزلي؟ إيش كثر ناس يظنون أن التقشير في العيادات أفضل لأن النتيجة أسرع والتقشير يكون أعمق، بس مو هذا الكلام، هذا مو دقيق. أفضل أن يكون التقشير مايلد، متوسط خفيف على البشرة، ويكون مستمر، والشيء هذا ما يتم إلا إذا كان التقشير في المنزل. التقشير المنزلي إذن خفيف ومستمر ورخيص ماديا مقارنة مع التقشير في العيادات. تقشير العيادات ممكن يكون جيد، لكن عيبه أنه مكلف وما في أحد يقدر يسويه باستمرار، وممكن يكون عميق فيسبب آثار. إذن الفائدة من التقشير تطلع مع الاستمرارية، مو تقشير نسويه بعيادة خاصة كل 6 أشهر يطيح الطبقة اللي برا وخلاص، هذا كلام غير صحيح. بالسنابات القادمة إن شاء الله راح أتكلم عن أنواع الكريمات اللي تقدرون تستخدمونها تقشرون فيها البشرة في المنزل. لكن معلومة مهمة لازم تعرفونها، لما تقشرون البشرة في المنزل أو بالعيادة الخاصة ممكن تطلع لكم حبوب في البشرة بعد التقشير. هذا الشيء وارد ومحتمل مع أي نوع من أنواع التقشير، سواء أخذت حبوب روكتان أو قشرت البشرة من برا تطلع حبوب. شنو السبب؟ السبب ممكن يكون التقشير شوية قوي على البشرة يطلع حبوب، هذا شيء طبيعي، أو ممكن تكون البشرة فيها حبوب تحت الجلد فقاعد تطلع وتنشف تطلع برا. الحل إذا طلعت لكم الحبوب هذه تروحون حق طبيب جلدية يوصف لكم حبوب مضاد حيوي أو روكتان على حسب ما يراه هو مناسب. بعد ما تعالجون الحبوب بعد الكورس تردون على التقشير المنزلي نفسه مرة ثانية، راح تلاحظون ما راح تطلع لكم حبوب والبشرة صافية. إذا شفتوا أن هذا الفيديو فاتكم لا تنسون لايك وسبسكرايب، عدد اللايكات تعطينا دليل وعلامة وإشارة منكم لنا أن نستمر في هذه الفيديوهات ونسوي فيديوهات أكثر. شوفكم على خير.